بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله هتكلم فيه على برمجة الايرن. طبعا الايرن من التحاليل المهمة جدا اللي هو تحليل الحديد للناس اللي هي بتشتكي بالانيميا. طبعا هو مهم جدا، فبيطلب مع احيانا مع الفريتين والتي اي بي سي. فانا ان شاء الله باذن الله هبرمج النهاردة تحليل الايرن. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان اكبر قدر من الاستفادة ان شاء الله باذن الله. هنخش اول حاجة على البرامتر. هي البرمجة في جهاز المندري زي بعضيها، تختلف بس في ان انت بتحط قيمه الستاندر او الكان فاكتور. فاحنا ان شاء الله هنشوف الايرن هنبرمجه ازاي. بنختار روتين هي اصلا بتبقى متفعله، بعد كده هننزل للاخر خالص، بعد كده هاخد روتين 40 يعني ده مكان فاضي هدوس عليه، بعد كده هنا بيزك هبدا اكتب تحليل اللي انا عاوزه اللي هو تحليل الايرن او الاف اي، هشميه الاف اي. بعد كده هطلع تمام. التحليل بتاعنا اند بوينت، الويف لينث بتاعنا 623 لحد 623، فانا ما عنديش 623 فاختار 630. هو ما فيش سكند ويف لينث. الديلي تايم والميجر تايم هما 6. الرياكشن بتاعنا انكريز، في الايجنت بلانك هنختاره. بعد كده الاسبيريشن فوليوم هخليه 300، والعلامه العشريه هخليها واحده. يبقى انا كده خلاص خلصت من صفحه اللي هي صفحه البيزك اللي بيتكتب فيها الاس ونوع الرياكشن والويف لينث ونوع التفاعل بتاعنا وبالحجم اللي حضرتك مفروض الجهاز يسحبه تمام، والتفاعل انكريز ولا تجريز، والريجنت بلانك. في حاله الايرن بنستخدم الريجنت بلانك، فهتلاقيني متفعل عليها اللي هي علامه صح في الريجنت بلانك. بعد كده بخش على صفحه الكال ديتيل واختار الرياكشن بتاعي 1 بوينت لينير وهمشيه مره واحده بس، والستاندرد بتاعي تركيزه 200. طبعا المعلومات دي بتبقى موجوده في البامفلت، وبرمج عليها ازاي بتبقى موجوده بالبامفلت. كل المعلومات دي كلها بتبقى موجوده في البامفلت اللي تبقى موجوده في الجهاز اهيت. الويف لينث بتاعنا 623 و درجة الحرارة بتاعتنا 37 أو 30 أو 25، أنا اخترت 3. و التمبرشر بتاعتي والريجنت وكل المعلومات اللي أنا ببدأ أشتغل عليها ونوع التفاعل بتاعي إند بوينت ده أيرن سبيكترم. إن شاء الله بإذن الله أدينا ببرمجه على الجهاز أهوت. أخش على صفحة البيزك الأول، هبدأ هنا سيف سيف، بوريكم الأول بيزك تمام. بكتب الاسم، نوع التفاعل والويف لينث بتاعي والفيرست ويف لينث والسكند ويف لينث. بعد كده بخش على صفحه الكال ديتيل بتاعتي واختار هو التفاعل بتاعنا 1 بوينت لينير، عندنا نقطه واحده بس ستاندر واحد واللي هو تركيزه 200، وهبدا اسيف وكده هطلع من على الصفحه. وبعد كده اتاكد ان هو اتاكد ان هو في الصفحه الرئيسيه، تسيف في الصفحه الرئيسيه، اختار من هنا من فوق كده. بعد كده هنزل خالص اللي هو هلاقي الايرن هنا اهوت بيطلب مني يقول لي خلاص مفيش ايه كاليبريتور، برجاء عمل كاليبريتور لان الجهاز التست انا لسه مبرمجه جديد، ف بيطلب مني الكاليبريتور اقول له اوكي وابدا اشتغل على التحليل. طبعا الايرن من الحاجات المفيده جدا والحاجات المهمه جدا اللي بتطلب في حالات الانيميا، وبتطلب احيانا مع الفيرتين والتي اي بي سي. فيا ريت تفعلوا تدعموا القناه وتشتركوا عشان نوصل اكتر عدد من المتابعين والمستفيدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.